مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. وحصيله كوفيد 19، فقد اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم الاثنين عن تسجيل 1217 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعه الماضيه، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي المصابين بالفيروس الى 426 حالة بالمغرب. ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبر سلبي بلغ 3,803,586 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على الصعيد الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد ضحايا كورونا إجمالا إلى 6,659 حالة وفاة. وتم التأكيد على شفاء 3,042 حالة شفاء جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 355,565 حالة شفاء. وتهيب وزارة الصحة بكل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. مرة أخرى بطبيعة الحال الحصيلة يعني ولله الحمد تنخفض، بعد ما لم نسجل فقط سوى 1217 حالة إصابة جديدة، وبالتالي فالحمد لله يعني المعدل بدا كينخفض نوعا ما في هذه الأيام الأخيرة، وهذا الشيء بطبيعة الحال بتضافر الجهود ديال كل الناس وبكل المواطنين والمواطنات اللي كيلتزموا، اللي ولاو يعني عرفوا بقيمة الخطر وعرفوا يعني بهذا الفيروس وعرفوا يعني بهذا الفيروس اللي بطبيعة الحال لمرة أخرى يعني كل مرة يعني كيشكل يعني واحد منعرج كبير في الوطن ديالنا. وكنتمناو من الله تعالى أن هذا الأمر ينخفض بطبيعة الحال، وكنتمناو لله يعني باش أننا ما نشوفوش يعني الإصابات كتزاد مرة أخرى. فكنتمنى من الكل يعني أنه يزيد في هذه التضحية ديالو، يزيد في هذا الالتزام، لان بالالتزام ديالكم اخواني الكرام اليوم يعني ولينا كنسجلوا واحد تحسن كبير على مستوى الحصيله الوبائيه بالمغرب، وبالتالي فالكل ملزم باش انه يدير تضافر الجهود ويلتزم اكثر باش اننا نودعوا هذا الوباء باقل خسائر. على اين هنا بجهه سوس ماسا فتم تسجيل 101 اصابه وصفر حالة وفاة، وبالتالي فعدد الوفيات هنا يعني نقصات نوعا ما بطبيعة الحال، ولينا وصلنا لصفر حالة وفاة، وهذا الشيء بطبيعة الحال الحمد لله يعني كنشكر الله على هذا التحسن اللي طرا في هذه الحالة الوبائية. ومدينة أكادير يعني أيضا كاين تحسن، وكنتمناو أن الأمور تسير على نفس المنوال إن شاء الله حتى نتجاوز مرحلة الخطر ونتجاوز هذه الأرقام المهولة. فغادي نحاول نذكركم بعجلة بالأرقام المسجلة: 1217 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وصل العدد الإجمالي المصابين إلى 400,826 حالة بالمغرب. وصلت عدد الوفيات 65 حالة وفاة لتسجلات. وصل عدد ضحايا كورونا اللي توفوا بهذا الفيروس إجمالا منذ مارس الماضي إلى اليوم 6,659 حالة. وبطبيعة الحال أيضا حالة الشفاء كاين واحد الارتفاع في حالة الشفاء اللي هو 3,042 حالة شفاء جديدة، وعدد حالة الشفاء وصلت 359,065 حالة شفاء. وكنتمناو من كل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية بكل وطنية ومسؤولية. إلى هنا إخواني الكرام نأتي على نهاية هذا البث المباشر الذي أوردنا لكم من خلاله الحصيلة الإجمالية لوباء كورونا، على أمل اللقاء بكم في لايف آخر وفي أرقام جديدة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.